مثل ما عودناكم مشاهدينا في بداية كل حلقة نسحب على ثلاث فائزين جاوبوا صح على سؤال حلقتنا أمس. طبعا السؤال كان: ما هي المنصة المسؤولة عن العمل التطوعي الخارجي في المملكة؟ والإجابة الصحيحة كانت هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. والحين طبعا راح نسحب على ثلاث فائزين عشان يفوزون معنا بجائزة مقدمة من السيف جاليري وجائزة مقدمة من صيدليات عيادة ألور بالتعاون مع زين وباجي قيمتها 1450 ريال، وأخيرا كوبون شراء بقيمة 500 ريال مقدمة من دار أزياء فاطمة بالحداد. ونقول بسم الله يا ريم ونبدأ نسحب طبعا على الهاشتاج اللي وعدناكم فيه اللي هو هاشتاج اربح مع سوالف رمضان 18. فخلينا نحمل بس طبعا كل التوفيق لكل اللي شاركوا معانا، ودائما نقول فالكم الفوز. انا ملاحظه ناس بيفوزوا بيشاركوا ثاني، خلاص انتوا فزتوا. صحيح بس يعني حلو الحماس هذا، ليش لا؟ بعدين هم عارفين ان حظهم حلو يا ريم، فعشان كذا جالسين يشاركون معانا. وبالتوفيق، بالعكس احنا في شهر الخير ونتمنى الخير والجوائز للجميع. فخلينا نقول بسم الله. انا بس قاعده احاول احمل قدر المستطاع من الكومنت. خلينا نشوف. أمنية ألف مبروك عليك الجائزة الأولى يا أمنية، هذا هو حسابها. ألف مبروك عليك. خلينا نشوف الفائز الثاني. خلينا نقول لارا، أنا شايفة لارا يعني متحمسة كمان ومجاوبة وإجابتها صحيحة. ألف مبروك عليك يا لارا الجائزة الثانية. ونرجع ونشوف مين الفائز أو الفائزة الثالثة والأخير اليوم معانا، ونشوف جمال العنزي. ألف مبروك عليك يا جمال العنزي الجائزة الثالثة أكيد. ونقول ألف مبروك للي شاركوا، وهارد لك للي ما فازوا معنا، لكن ما يضر أنكم تشاركون في الحلقات القادمة وفعلكم الفوز أكيد طبعا.